مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تسربت سلسلة من الاضطرابات الجوية نحو مناطقنا الشمالية، هذا نتيجة لانخفاض الضغط الجوي ومصلحة الأرصاد الجوية ترتقب لليلة اليوم بحول الله. دائما استمرار أمطار غزيرة نحو السواحل الوسطى وكذلك الغربية. يوم الغد بإذن الله أيضا تبقى الأمطار تخص السواحل الوسطى والغربية، كذلك الثلوج على القمم التي يفوق علوها 1100 متر نحو السواحل الشرقية. الأجواء ستكون غائمة في انتظار أن تعود إليها الأمطار من جديد خلال الظهيرة بإذن الله. أما على شمال الصحراء من الثورة نحو الواحات ستستمر أو ستتلبد السماء بسحب سفلى، احتمال لبعض الأمطار خاصة بشمال الصحراء. أما على مناطق أقصى الجنوب لغاية مرتفعات الهوغار وتاسيدي، هنا الأجواء ستكون غائمة مرفوقة ببعض الأمطار المحلية وأجواء مشمسة بالصحراء الوسطى مع زوابع رملية بالجنوب الغربي إلى غاية وسط الصحراء. الحرارة خلال ليلة اليوم تبقى باردة، درجة واحدة تحت الصفر بالبيض، الدرجة الصفر بتبسة، 7 درجات بالسواحل، 8 درجات بشمال الصحراء، 12 بالصحراء الوسطى، وترتفع إلى غاية 21 درجة بأقصى الجنوب. أما بالنسبة للحرارة القصوى خلال ظهيرة الغد ستبقى باردة، تقارب 16 درجة بكل السواحل، في حدود 15 بتيزي وزو، لن تتعدى 8 درجات بالبيض، أجواء باردة، 18 منتظرة بشمال الصحراء، 26 درجة بإليزي، 27 درجة بأدرار بإن صالح وتمن راس، وترتفع إلى غاية 35 درجة بأقصى الجنوب. أما للملاحة والصيد البحري يوم الغد، البحر سيكون مضطرب بسواحل الشرقية مع رياح قوية نسبيا تقارب سرعتها 50 كيلومتر في الساعة، تأتينا شمالية تماما، تدور إلى شرقية تماما، سرعتها ضعيفة بسواحل الوسطى وتبقى ضعيفة أيضا بسواحل الغربية مع بحر قليل الاضطراب. جولة خاطفة إلى بعض عواصم قارة آسيا بإذن الله. أجواء مشمسة بطوكيو ب 13 درجة مئوية، غائمة جزئيا ببكين نفس مقياس 13 درجة، نفس الأجواء أيضا بهونغ كونغ لكن 19 درجة، أجواء غائمة جزئيا أيضا بمانيلا مع 34 درجة، أمطار مرتقبة بجنوب القارة بسنغافورة تحت وقع الرعود ب 29 درجة مئوية، نفس الأجواء بجاكرتا لكن ترتفع الحرارة إلى 32 درجة، أجواء مشمسة تماما بداكا ب 33 درجة مئوية، وأجواء غائمة جزئيا بنيودلهي مع 28 درجة مئوية، نفس الأجواء بكولومبو ب 31 درجة مئوية. عن وقت شروق الشمس صبيحة الغد على مستوى العاصمة سيكون في حدود الساعة 7 صباحا و11 دقيقة. أشكركم على حسن المتابعة ودم